مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. ايه راح ايه الفلسطين بعد كده؟ قوم يحاربوا داوود. ايه حرب 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 كل شويه حرب. لا، حياه داوود كلها حروب، هيحاربوا بس بالذات الفلسطينيين دول قاعدين له كده. وعايز اقول لك من ايام لحد دلوقتي البلدين دول على طول كده مع بعض. فراحت ايه الفلسطينيين قوم يحاربوا ايه داوود، راح طبعا. ايه طبعا داوود كسرهم. لا احنا إيه؟ لازم بقى تعرفي داوود غير بقى شاول والناس اللي قبل كده. عمل ايه؟ اول حاجه يا رب اروح ولا ما اروحش؟ راح ربنا قال له روح هتحاربهم وهتنتصر عليهم. راح داود راح مكسرهم، بس ايه شويه منهم هربوا. طب المفروض داود بقى يجري. يجري اه، ما شويه صغيرين بيجروا. لا مش ده داود. داود راح ثانيه واحده راح موقف الحرب. ايه نجري وراهم؟ لا استنى نسال ربنا. راح سال ربنا يا رب اجري وراهم ولا ما اجريش؟ تعرفي ربنا قال له ايه؟ قال اوعى، دول عاملين لك كمين، عاملين لك مقلب، هم هيجروا ويستخبوا ورا الجبل، انت تيجي هيبقوا مهاجمين عليك. فقال له طب اعمل ايه يا رب؟ قال له تعالى من ورا الجبل تيجي من وراهم. قال حاضر يا رب. فراح جري ورا الجبل. قال له كمان مش هخليك تحارب غير ما تقول. اقول لك انا يعني ربنا مش قال له خطه، قال له كمان وقت الحرب. جه وقت الحرب ورا الجبل كده قال له بص ما تبتديش تحارب غير ما تسمع صوت شجر. اول تسمع صوت الشجر تعرف ان هما مستعدين، انت كده الوقت بتاع النصره. تخيل بقى لو داود ما كانش سال الرب. ده سال مره ومرتين واخد ميعاد الحرب، ثلاث حاجات حصلوا. فراح جه ورا الجبل. اول ما جه ورا الجبل استنى، اول ما سمع صوت الشجر ورق الشجر راح هجم عليهم. كان وقت ورق الشجر ده ايه ربنا مخليهم مرتبكين وباصين الناحيه الثانيه. فجه من وقت تيك 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 ارقشهم وانتصر داود في الحرب دي. اجمل حاجه في حياه داود كانت انه ايه كل حاجه هيا يا رب اعمل كده يا رب ولا مع ان خد بالك داود كان شاطر قوي في الحرب، كان عسكري وظابط شاطر قوي، لكن لا انا شاطر ايه؟ ربنا بيقول له الخطط اللي هيعملوها الناس التانيين. انا عايزه اقول لك حاجه. طب انا يعني ينفع قبل اي حاجه اعملها يعني مثلا يا رب اروح لاصحابي ولا لا، يا رب اعمل الحاجه دي ولا لا، ينفع اي حاجه اي حاجه اسال ربنا كده زي داود؟ وربنا هيروح فين؟ انت اللي تروحي تسالي. المشكله بتبقى مشكلتنا احنا. في ناس كتير اول ما يصحى الصبح يقول يا رب ها اعمل ايه النهارده، مش هروح المدرسه ولا مش او هقعد في البيت. انا هروح المدرسه بس اسال ربنا يا رب طب انا دلوقتي اما اروح المدرسه اعمل كده ولا بلاش بعد المدرسه نقعد نلعب كوره مثلا؟ يجوا مثلا اصحابي يقولوا هنعمل حاجه معينه، هنخرج خروجه، يا رب اخرج مع اصحابي ولا ما اخرجش؟ في ناس ساعات تقول ايه طب وربنا يكلمني ازاي؟ انا برضو يعني انا عايزه اعرف هو لما اجي اكلمه كده هيكلمني ازاي يعني. بصي دي مش مشكلتي بقى، انا بروح لربنا اقول له رب كلمني. مره يكلمني من كتاب مقدس، مره يكلمني من استاذ خادم او استاذ مدرسه احد، مره يكلمني من حاجه تيجي في دماغي، مره يكلمني بحلم. هو دي مشكله ربنا بقى، هو المسؤول عن الحكايه دي او دي مسؤوليه ربنا. انا عليا اساله اقول انا ودني مفتوحه واعمل كده بالظبط. ها يعني ايه اعمل كده؟ يعني مستني اسمعه، مش اقول له يا رب اعمل ايه ومنزل. طب انا بقى ما اديتوش فرصه يكلمني، وهو بقى هيدور على اي حاجه يكلمني من خلالها. هيتصرف لان ربنا ده عظيم قوي جميل قوي. كل مره كان يتكلم مع حد، فاكره قلنا حاجات كتير، فاكره مره اتكلم مع يوسف باحلام، ومره اتكلم بايه مع موسى. مع موسى ازاي؟ لما حرق الشجره. شجره، برافو عليك. مره اتكلم مع ابراهيم ثلاثة ملائكة جايين له. صح. مرة اتكلم مع لوط اثنين ملائكة جايين له. صح. كل مرة ملائكة كانوا شكل رجال. ربنا يستخدم كل طريقة وهو اللي يحل لنا الموضوع ده. إيه عندك حاجة ساقعة بقى أو مية أو أي عصير في الثلاجة دي حاجة؟ ده أنا عناية ليك. ربنا يخليك يا ربي. لو حابين تعرفوا أكتر عن قصتنا النهاردة هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشة. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار ابعت لنا على الإيميل ده.
حوت 14.